الوقفة هي اليوم لنقول له لمجلس النواب انه هو فائد الشرعية، ولنقول لهم انه هن على زمن 30 سنة هن ما قدموا شيء للبنان الا المحاصصات والدولة الزبائنية، هيدا هو العنوان العريض، ولنقول لهم انه قراراتهم وكل شيء موديين لبنان له نحن بنرفضه. فالثورة اليوم موجبة أنه تحرر مجلس النواب من هيدي القرطة. نحن بهيدي المسيرة ما جايين نطلب أبداً لا من رئيس المجلس ولا من النواب، جايين نوصل صوتنا ونقول أنه هن لازم يفلوا، والذكرى تعولهم حتكون أسوأ ذكرى بتاريخ لبنان على مدى 30 سنة مرقت للي وصلونا إياه لليوم.